لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. منيفة اسم علم مؤنث عربي، اسم فاعل معناه الشريفة أو الرفيعة المقام أو التامة الطول أو الممشوقة القوام أو الحسنة الوجه. ومنيفة ابن أبي طارق من أزهد العابدات. وهذا المعنى موجود بالكامل في وصف الفيديو في الأسفل، كما يمكنكم الاشتراك في صفحتي الإنستغرام والفيسبوك لقناة أسماء عربية، وهي موجودة في الوصف أيضاً.